I'm
Oh,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أبا عبد الله الحسين السلام يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المسجين. السلام عليكم يا ابن السيد فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين. السلام عليكم يا شهيد ابن شهيد. السلام عليكم يا شهيد كربلاء. السلام عليكم يا مظلوم كربلاء. السلام عليكم يا وارث الأنبياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا غريب الغرباء. السلام عليكم يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليكم يا مغيث الشيات والزوار في يوم الجزاء. السلام عليكم يا رئيس النفوس ايها المدفون بأرض طوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا صاحب الأسر والزمان الأمام الأمام من فتاد زمان من شر شتام. السلام عليكم يا شريك القرآن. السلام عليكم يا قامي الكفر والطغيان. السلام عليكم يا دافع الظلم والعدوان. أجل الله تعالى فرجك وسخل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. خدایا بحق محمد وآل بیت محمد ان تمام ماتم جوانوں کی زندگی دراز فرما. آیا آل محمد کی عزت و عظمت کا صدقہ تمام سادات مومنین کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. آیا آل محمد کی عزت و عظمت کا صدقہ آیا بحق محمد وآل بیت محمد بندوں کے دامات بیمار ہیں صحت کی شفائے قابلہ عاجل عطا فرما. آیا جتنے بھی مریض ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام بادشاہ تصرفہ تمام کو صحت و سلامت کا شاگرد رکھتا شاگرد رکھتا شاگرد رکھتا شاگرد رکھتا شاگرد رکھتا شاگرد رکھتا آیا بحق محمد وآل بیت محمد جس جس کی جو دلی شریف حاجت ہے اس کی حاجت کو پورا فرما. آیا بحق محمد وآل بیت محمد بانی مجلس سادات خدام کے تمام خلق چکر اجاد کو لنگر نیاز کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. عالم محمد کی عزت و عظمت کا صدقہ مجلس عذاب کا صدقہ ان کے تمام مرحومین کے درجات بلند فرما. خدایا ان کے رزق میں عزت میں وقت میں اضافہ فرما. خدایا جن جن کی جو دعائیں تو دلوں کا راز بہتا جانتا ہے ہر کسی کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین آمین یا رب العالمین. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. لنگر سارے